مرحبا، معكم غيدا مرسوب، واليوم بيسرنا انتقل معكم الى بيروت لحتى نكون مع استاذي المحاضره بالجامعه الامريكيه ببيروت لحتى نحكي معه عن موضوع شاغل بال كل الناس بلبنان وخارج لبنان، وهو موضوع الانتخابات النيابيه 2022. اليوم بيسرنا يكون معي دكتور نجات صليبة، وهي مرشحه عن المقعد الماروني بدائره الشوف. دكتور نجاتي، اهلا وسهلا فيك. ميرسي غيدا على المقابله، واهلا وسهلا فيك انت كمان. أكيد نحن بسرنا كتير يكون في أشخاص فعلاً منحس حالنا قادرين نسلمهم لبنان، قادرين نسلمهم هالمسؤولية الكبيرة، وخاصة وأنه لبنان عم يتحمل أعباء كتير كتير يعني مؤسفة ومخزية حتى للأسف الشديد، ونحن بحاجة لأشخاص نحسهم فعلاً قد الحمل والزيادة، وهذا الشيء عم بيخلينا فعلاً ندعم كل القوى التغييرية وكل الأشخاص اللي ثاروا وقاموا على المنظومة الفاسدة وحضرتك منهم. خليني بالأول عرف الناس على دكتور نجات صليبا، عرفهم شوي عنك بالأول كبروفايل لإلي، ومن بعدها نخبرهم عن برنامجكم الانتخابي. إيه؟ نحن حاضرين. تفضلي. بدك أنا أعرف عن حالي؟ أكيد تفضلي. أوكي، أنا أستاذة جامعية، بدرس مادة الكيمياء بالجامعة الأمريكية، وبعمل أبحاث عن تلوث الهواء وعن أضرار الدخان منهم الأرجيلة، وكمان آخر شيء من آخر 5 سنين كنا عم نشتغل على السيجارة الإلكترونية وعلى السيجارة الأيكيوس اللي هلأ كتير درجين مع الشباب. وبنفس الوقت أنا حسيت أنه شغلي لازم ينزل على الأرض، يعني ما ندل مسكرين على حالنا بقلب المختبرات، لأنه البلد مثل ما حضرتك تفضلتي بده كتير شغل. قررت أنه أحمل مختبري وأحمل صفي وأفتح بواب الجامعة على بواب المجتمع، ونشتغل ونتفاعل نحن مع المجتمع لحتى نبلش نلاقي حلول للمشاكل العديدة اللي نحن عم نعيشها، وأهمها هي المشاكل البيئية. صح. من أكل لشرب لتراب لأرض لزبالة لسدود للي بدك إياه، وهيدي من المقوم، يعني هي مثل المطرح اللي بيبلش فيه واحد يصلح. صحيح. يعني كتير مهم انه نبلش ببيئتنا، لانه بيئتنا هي بيتنا، بيئتنا هي ارضنا، بيئتنا هي وطننا، وكل السياسات لازم تصب على بيئه نظيفه لحتى نامن ابسط مقومات حقوق الإنسان. وأنا بعتبر حالي scholar activist، معناتها أنه ناشطة تربوية بيئية بامتياز، وبيأسفني كتير أنه شوف بلدي هالقد وصلت لانهيار. أكيد، وهذا الشيء فعلا مؤسف، يعني مثل ما ذكرتي جنات، يعني قصة أنه واحد بفتح عيونه أول شيء بيعمله هو بيتنشأ الهواء، ولما بنكون عم نقول أنه هذا الهواء اللي عم بيتنشأ وعم بيكون كله ملوث وعم بيكون فيها الكوارث البيئية اللي عم نعيشها، هذا الشيء مرفوض كليا. أنا بدي أحكي عن حضرتك بالتحديد، لما بنحكي عن أشخاص جايين من القطاع التربوي مثلا، هو مثل حالتك، في أشخاص كتير بترددوا بيخافوا، قديش هذا الشيء رح يهدد إذا فينا نقول أو رح يغير كليا المسار تبع حياتهم، بس على الصعيد الأكاديمي لما واحد بيغوص بمجال السياسة وبيدخل غمار المجلس النيابي، قديش هذا الشيء فعلا بيخليكم تترددوا قبل ما تحسوا حالكم أنه خلص ما بقى قادرين تسكتوا عن الموضوع، وأنتم بدكم تكونوا جزء من التغيير، خاصة مقابل منظومة فاسدة حتى مثل الموجودة حاليا. أنت قلتيها كتير كتير بطريقة حلوة، انه ايه نحن بالجامعه وبالقطاع التربوي وبالقطاع الاكاديمي البحث اللي هو كله ابحاث وكله تقدير وهيك شوي معزول عن العالم، لانه شغلنا بالمختبرات ومع التلاميذ تقريبا هيك شغل مرهف، شغل حلو كتير. صحيح في له صعوباته، بس انه مش مثل الصعوبات اللي الناس عم تواجهها على الارض. منشان هيك الناس بتلاقيها شغله يمكن متعبه ومش معودين عليها، انه ننقل من هالجو المحاط
فيك تقولي، والشوي عامل مثل بيئة لإله لحاله إنه نفتح على المجتمع ونبلش نشتغل على مشاكل بيئية، على مشاكل وطنية، على مشاكل على الأرض. وهيدا الشيء ايه كلنا منتردد لحتى نفكر، لما منفكر انه بدنا نعمله. بس انا لما بلشت، ما بلشت اليوم، انا بلشت من سنة 2001 لما رجعت على لبنان وقررت ارجع على لبنان، وبلشت ابحاثي تكون اهم شيء مركزة على المشاكل اللي نحن عم نعيشها بلبنان. من وقتها قررت انه انا ما خبي حالي بخيال مختبري، بس بالعكس واجه تحديات اللي بلدي عم بعيشها. وأنا بفتخر إنه الأبحاث اللي عملتها، وصحيح كانت بلبنان، أخذت رهج عالمي كبير. نعم. كل الناس بكل العالم قدرتها، وهيدا الشيء بثبت إنه نحن حتى لو واجهنا أو قررنا إنه نواجه مشاكل على الأرض، قادرين إنه نلاقي لها حلول، وقادر العالم كله يقدر الحلول اللي نحن بنبتكرها ومنقدمها. أكيد. وهون كمان بدي أذكر شغلة كتير أساسية، إنه أنتم ما بتشعروا كمان هون بالخطر إنه ممكن هذا الشيء يأثر على عملكم الأكاديمي، يعني فيهم أكيد يمشوا بالتوازي مع بعضهم، يعني عملكم بالمجلس النيابي مش مفروض أبدا يأثر على عملكم الأكاديمي، فيكم تمشوا باثنين مع بعض وتقدروا تبدعوا وتعطوا إنجازات كتير كبيرة بالمجالين. أو كمان نستعمل كل شيء عملناه بالمجال الأكاديمي حتى نشغل بعضنا بالمجال السياسي، وبالنتيجة هو خدمة لنشغل البلد. وهيدي الأهم بفتكر، إنه إنسان يسخر كل علمه لحتى يساعد بلده يرجع يوقف على إجراءه، ونرجع نفتخر ونقول نحن لبنانية مثل ما كنا نفتخر من 20 سنة لورا، أو ما بعرف من أمتين، يعني صار لهم 30 سنة هن أمر الحرب حاكميننا وبيخربوا بهالبلد. أكيد قبل ما استلموا هن كان لبنان راسه مرفوع، اللبناني راسه مرفوع وين ما كان، وكان بلدنا فخرة لكل العالم. إن شاء الله نقدر نرجع نقلب هالدولاب شوي، ونبلش نحط حالنا على الطريق الصحيح لحتى نرجع نعمل بلد يليق فينا. صحيح، خاصة لأنه حتى بأيام الحرب الأهلية اللي عشناها ما بحياته اللبناني شعر نفسه هالقد، يعني للأسف الشديد بيستحي يقول أنا لبناني من بعد الأمور اللي صارت مؤخرا، يعني هون حتى مثل ما بنقول بأصعب الظروف اللي قطع فيها لبنان، وكنا نحن نقول أنه نحن جيل الحرب، اعتبرنا أنه ما بقى حيرجع يجي جيل تاني يعيش كمان الحرب، رجعوا إيشو للأسف عاشوا حرب بعد أبشع بكتير، إن كان بالنسبة لموضوع الأزمة الاقتصادية وكل الأمور اللي عم بيوصلوا لها هلا بالحالات المش طبيعية، إن كان بالنسبة للغذاء والأدوية وغيرها من الأمور، وحتى كمان بالنسبة لموضوع انفجار 4 آب والتحقيقات اللي بتوقف كلها بالملفات اللي بتصير بالجوارير، كل هالأمور فعلا عم بتخلينا نحس قديش انه بدنا هالجيل يطلع من هالأمور البشعة اللي نحن قطعنا فيها، ونحسسه فعلا انه لبنان قادر يرجع يوقف على اجريه بوجودهم. وهون كمان عم نقول، يعني حضرتك بتعاطي كل الوقت مع التلاميذ، يعني هيدي الطلاب وهيدي الشريحة من المجتمع اللبناني اللي نحن متمسكين فيها بشكل كتير كبير، وحتى بنطمح انه ان شاء الله الانتخابات اللي جاية يقدروا ينتخبوا من 18 سنة وطلوع، مش من 21 سنة حتى. بقديش هيدا الشيء كمان فعلا اساسي بتعاطيك مع تلاميذك عم بيكون؟ اول شيء هن امر الحرب اللي حكموا، اللي دمروا البلد وعيشونا الحرب الاهلية، شو عملوا لما استلموا الحكم؟ عملوا كانتونات بقلب الدولة. صح. مثل ما عملوا كانتونات على الأرض من وراء المتاريس والرشاشات، رجعوا أخذوا نفس الموديل وعملوا بقلب الدولة حتى هروا الدولة على الآخر. نعم. إيه أكيد، نحن ارتكازنا الأول والأخير على الشباب، وعم نحملهم بفتكر أكتر ما هن لازم يتحملوا، يعني بدل ما يكون هن أفكارهم تروح للإبداع ولخلق الأشياء وللبناء، نحن عم نطلب منهم أنه يصلحوا الأشياء اللي اقترفت أيديهم هودي أمر الحرب، واللي هن نهبوا البلد وسرقوا البلد وكسروا هالبلد وعملوها زبالة. وهلأ حاطين أملنا الكبير على هالشباب، اللي هن لازم يقولوا لا، ما بدنا هالشي يصير، بدنا نغير، ونحن مستعدين مثل ما عم بتقولي إنه نحط إيدنا بإيد الشباب لحتى نعمل التغيير المنشود. إن شاء الله
إن شاء الله. وأنا بشوف بعيون الشباب قدي في شغف، قدي في حب للوطن، قدي في إبداع، قدي في عندهم قدرة إنه يشتغلوا، وقدي بحبوا، قدي بحبوا إنه يعملوا إشياء حلوة للبلد، وخصوصاً بمجال البيئة. يعني بحس إنه الشباب الجديد اللي طالعة كلها فهماني دور البيئة وأهمية البيئة ببناء الأوطان. صحيح صحيح، هذا الشيء فعلا كثير اساسي. يعني مثل ما قلتي البيئه من كان بالنسبه لموضوع الجو والتلوث وكل هالامور الثانيه، وحتى البيئه الحاضنه اللي هن عايشين فيها، لان نعرف قديش شفنا دغري من مباشره من بعد مجزره 4 اب والانفجار، ثاني نهار كانوا من 18 سنه وطلعوا كلهم حاملين يعني عم بكنسوا الطريق وعم بيحملوا الناس على المستشفيات وكل هالامور. يعني حتى عم نشوف قديش هن كانوا اول الناس المشاركين على الارض من بعد المجزره اللي صارت. انا هون بدي احكي كمان قديش بدنا نحاول نحافظ عليهم ببلادنا، لانه للاسف الشديد ما في ولا عمر، كل شرائح الاعمار وكل يعني كل الاجيال على الاسف الشديد عم تلاقي انه الطريق مسدود قدامها، واول طريق لهم هو انه يجربوا اذا قدروا يفتحوا دغري يمشوا ويتركوا البلد للاسف الشديد لهالمنظومه الفاسده. وهذا الشيء اللي انتم عم تجربوا تحاربوه هلا من خلال البرامج الانتخابيه اللي عم تشتغلوا عليها. انتم كمان ضمن اطار برنامجكم الانتخابي، شو ابرز المشاريع اللي موجوده؟ يعني أهم شغلة وحضرتك تفضلتي فيها هي خلق فرص عمل لنقدر نخلي هالشباب موجودين عنا، وهذا الشيء اللي عم نسعى فيه بجدية، إنه أول شيء نقوي الصناعات اللي موجودة وما نخليها تترك وتفل، بنفس الوقت نبتكر صناعات جديدة. يعني هون لازم نخلق فرص عمل، لازم نأمن فرص عمل للشباب لحتى نقدر نستثمر هالطاقة القوية الفكرية الاقتصادية، حتى نقدر نحن وياهم نبلش نفكر بطريقة صحيحة لنبني الوطن. يعني نحن عم نركز أكتر شيء على تحسين البيئة، لأنه ما لازم بقى نخسر من بيئتنا، لم من وراء الزبالة ولا من وراء السدود ولا من وراء تلوث المياه ولا تلوث الهواء. لازم نشتغل على خطة سليمة للكهرباء، لأنه بلد بلا كهرباء وإنترنت ما بيقدر يعمل شيء أبداً، ما بيقدر يتقدم لمطرح. وبنفس الوقت نحن عم نشتغل على على ثلاث مجالات لخلق فرص عمل جديدة، إن كان من الصناعات، إن كان من تحسين أو ابتكار وخلق مجالات للسوفتوير ديفلوبمنت، لجيمينج ديفلوبمنت وهول الأشياء، وبنفس الوقت كمان نشتغل على فرص عمل باستعادة وتأهيل البنى التحتية. أكيد هوني بس بعيداً هيك شوي، إذا بفتح بارانتيز صغيرة بعيداً عن موضوع الأقضية والدوائر الانتخابية، بدي أحكي عن موضوع استغل وجودك معي بقصة موضوع الدخان، إن كان سيجارة وإن كان اللي بيقلك لا أنا ما بدخن أنا بأرجل، وإن كان اللي بيقلك أنا وقف الدخان بس أنا هلأ بأخذ سيجارة الإلكترونية. قديش هالأمور فعلاً عم بتكون يعني مش طبيعية بعقولهم، إنه بفكروا إنه لا دخان إنه لا إحنا ما بدخن ناخد أرجيلي اللي هي 10 مرات ومئة مرة أضرب، وهم بفكروا كمان صاروا إنه إذا ظهروا منهم وأخذوا السيجارة الإلكترونية. قديش فيكي فعلاً توضحي لهم هالأمور، وقديش عم بتكون الأضرار فعلاً من هالثلاث وسائل اللي عم يتبعوها؟ أكيد هي من زمان كانوا يفكروا إنه المي هي قادرة إنه تبلع عدد كتير من السموم اللي بيطلعها الدخان، بس أبحاثنا برهنت إنه السموم هي كتير كتير بمعدلات وبكميات كتير قوية، وأرجيلة واحدة هي بتوازي علبتين دخان من السموم السرطانية نوع أول. منشان هيك الأرجيلة مضرة ومضرة جداً. ونحن المشكلة عنا إنه لبنان هو من أوائل العالم اللي فيهم شباب صغيرة من عمر 13 ل15 بدخنوا. نحن 68% من شبابنا بدخنوا أو سيجارة أو أرجيلة، وهيدا أعلى نسبة بكل العالم. وهذا شيء فعلاً يعني مؤسف جداً وصادم جداً. نعم. يعني ما واحد بيفكر ومش عم لأنه مش عم تنخفض النسبة، يعني دكتور نجات ما عم تنخفض النسبة يعني للأسف؟ لا ما عم تنخفض، وخصوصاً هلأ بالمشاكل الاقتصادية بتشوف السوبر ماركت والمحلات الأرجيلة هي أكتر شيء ماشي. يعني أنا ما تخيلت يوماً ما
انه يصير في شان سلسلة سوبر ماركت بس بتبيع أرجيلة. هذا فعلا يعني كمان بعد فوق الطين بلة مثل ما بيقولوا. والسيجارة الإلكترونية قديش هي فعلا مهرب يعني مثل ما بيعتبروا أوقات. لكن نحن أبحاثنا وأبحاث كل العالم عم بتبرهن أنه المواد السرطانية اللي موجودة بالسيجارة وبالأرجيلة هي موجودة بالسيجارة الإلكترونية بأقل نسبة. نعم. أقل نسبة من السيجارة والأرجيلة. بس لحد هلأ الأبحاث بتقول أنه في ضرر، أكيد في ضرر، وعلى الرواية في ضرر، وفي مواد سرطانية عم تطلع، بس يمكن مش بنسبة عالية قد السيجارة والأرجيلة. فما يعتبر حالة مش معناتها أنه هيدي طريقة أفضل، أنه ما فيها ضرر أبداً. هذا اللي عم جربه أكيد. هون رح أرجع بس لهيدا المجال اللي نحن عم نتناوله اليوم، بس ما قدرت ما أحكي عن موضوع الدخان لأنه موضوع كتير بيزعجني وبيمسني شخصياً، وبعرف قديش الناس والعناد اللي موجود بهيدا الموضوع كتير كتير مأذي للأشخاص. بس هون بدنا نحكي عن موضوع الدوائر والأقضية اللي عم تكونوا نزلين فيها لحتى مثل ما قلنا تكونوا ضمن إطار القوى التغييرية. أنت نزلي عن قضاء الشوف، وهذا موضوع كمان هون بدنا نحكي انه كل منطقة للأسف الشديد صار بس واحد يقول منطقة معينة، صار بيقول عنا انه هيدي عندها زعيم هيدا وهيدي عندها زعيم هيدا، صار كل واحدة منهم مثل انه خلص مقسمة لألهم، انه خلص اخذوها احتكار لألهم واعتبروها هيدي شيء لألهم مش لحدا تاني. قديش فعلا الصراع ممكن يكون صعب لحتى تقدروا تدخلوا وتقدروا تاخذوا حواصل انتخابية وتوصلوا ان شاء الله وتاخذوا كرسي بالمجلس النيابي بهيك منطقة؟ ليك الصراع منه هين والتحدي أكبر وأكبر. أول شيء أنت عم بتواجه منظومة عاملة انتخابات كل حياتهم، يعني صار لهم سنين وعارفين بالتسكي صارت خلص بالتسكي عندنا. نعم. إيه منشان هيك يعني القصة منا هينة. نحن بعدنا طالعين من الجامعة وقاعدين عم نجرب نشتغل انتخابات، وأصلا انتخابات منا شغلتنا يعني عم شوي شوي نبلش نتعلم الطريقة اللي لازم نفكر فيها ولازم نرتب حالنا فيها، والوقت كتير ضيق يعني نحن بسبق مع الوقت لحتى صح. أول شيء ننظم حالنا، وتاني شيء لحتى شوي يكون عنا مثل إلمام بالموضوع لحتى نقدر نوقف. أكيد لو كانت الأيام كتير عادية وما فيها الحاجة الملحة إنه نحن نترشح لحتى نجرب نغير شيء، كنا أخذنا وقتنا ونطرنا لحتى فهمنا ولحتى قوينا حالنا. المشكلة إنه مجبورين حقيقة، صدقيني إنه مجبورين نشتغل قد ما فينا وبكل طاقتنا ونحط كل جهودنا مع بعضنا لحتى نقدر نكسر هالسايكل هالدوامة اللي عايشونا فيها. أكيد في تحدي كتير كبير وإن شاء الله مننجح، بس ما بعرف قد إيه يعني فينا. لا إن شاء الله أكيد. نحن نعرف إنه نحن كل أميلنا معلقة عليكم أكيد، ونحن عارفين إنه بكفينا بقى موضوع التوريث السياسي وموضوع إنه يعتبر كل شخص منهم إنه هو حاكم هالمنطقة وهيدي المنطقة خلاص حكر لإله، هذا شيء بدنا نخلص منه بقى لأنه فعلا مش مقبول. ونحن بدنا نقول إنه حتى لو أنتم أشخاص كنتم مش عايشين بمجال سياسي، بالعكس ما أنتم بكفي إنه أنتم معنيين بالشأن العام، هيدي هي السياسة بحد ذاتها. يعني لما واحد يكون حس حاله بارت من الشأن العام هو عم يعمل كل شغله لحتى يحسن المجتمع اللي عايش فيه، هيدي لحالة بتكفي، هيدي هي السياسة بالنهاية. لأنه للأسف الشديد بلبنان صار الواحد عن جد بيقول إنه السياسة لا إلا دين ولا إلا رب، لأنه هن هيك عملوها بالآخر. بس السياسة بحد ذاتها لما يكون واحد جاي من خلفية بتفهم متحضرة ومثقفة وعندها كل هالاستعداد لحتى تقدر تغير البلد، هيدا هو الشيء اللي نحن ناطينه. والمجلس النيابي ما بده أكتر من هيك لحتى يقدر هو فعلا يحس حاله قادر يشرع، قادر ينتخب رئيس مجلس نواب، قادر ينتخب رئيس مجلس وزراء، وقادر ينتخب كمان رئيس جمهورية. يعني كل هدول الأشخاص نحن عم نحطهم بالكرسي لحتى هن يقدروا يرجعوا الخدمة ويقدروا يخدموا هالبلد. 100% معك حق غدا. هي اصلا خدمه مش اكتر، ولازم ضروري يكون هالخدمات اللي عم تتقدم ما تكون مبنيه على مصالح شخصيه وعلى ضب وتكبير الجيبه وضب الجيبه. مفروض تكون لهدف واحد هو خدمه الشان العام بطريقه علميه بطريقه موثقه بطريقه فيها معلومات
معلومات شفافة، وكله لازم ينعمل مثل ما نحن تعلمنا ومثل ما الأشياء بتليق فينا. نحن وين ما رحنا بكل العالم منتبع القانون اللي موجود بهالبلدان الأجنبية، وما عنا مشكل. مشكلتنا إنه أمر الحرب إجوا بوطأوا، يعني إجوا أخذوا هالوزارات وعملوها كانتونات لألون وكملوا حربهم هيدي مشكلتنا. وفكروا إنه فيهم يعتبروا الدولة هي مصدر لحتى يدل عندهم ميليشيا، هيدا كان طريقة تفكيرهم. بينما هي القصة مش هيك، القصة إنه بتبني استراتيجيات، بتبني داتابيس، يعني بدك معلومات، بدك علم، بدك أرقام، لأنه العالم مشيت، يعني البلد اللي ما عندها الأرقام اللي كافية لحتى تقدر تطور وجودها منا موجودة. يعني العالم وين صار ونحن بعدنا على الورقة والقلم، ما عنا جدول كامل لمثلاً لعشر سنين. شو هالكارثة؟ يعني ليه؟ لأنه ما بدنا نمكنن الأشياء، لأنه ساعتها ما بيعود فينا نضب قد ما بدنا. يعني صرنا بلد ما عارف مثلاً وين البيس تبعه، عشو بده يعتمد بكرة، لأنه اليوم ما عنده رقم. كيف كيف ما برمتي، كيف ما فكرتي، كيف ما حللتي، بتقولي مش معقول، مش معقول انه يوصلونا لهون، مش معقول يكون في هالقد جهل وهالقد قلة اهتمام بالناس اللي عايش بهالبلد. اكيد. وهون كمان ضمن اطار ائتلاف تقدم، لانه كل منطقه انتم اسستوا ائتلاف مختلف عن الثاني لحتى نفرجي فعلا انه عم تكون في وحده بكل منطقه لحتى تقدروا تقوموا بالقوى التغييريه. هون بدنا نقول كمان انتم شو ابرز مشاريعكم رح تكون بالجبل بقضاء شوف بالتحديد؟ اهم شيء نشتغل على اللامركزيه الاداريه، لانه ابن الشوف مش ضروري كل ما يوجع راسه ينزل على بيروت. عرفتي؟ أو كل ما بده يتعلم بده يسوق مش معروف قدي، أو كل ما بده يعمل مشروع بده يخلص معاملاته بالدولة ببيروت. ساعتها كل شيء معرقل. بدنا نشتغل على اللامركزي، بدنا نشتغل على خلق فرص عمل جديدة للشباب لحتى الشباب تبدع بفكرة وبعملها. وبدنا نشتغل أكيد على قصة الطاقة البديلة اللي هي كتير كتير مهمة مع وموجود الكهرباء، لحتى يصير في مثل تعادل بين الطاقتين. وإن شاء الله نقدر نشتغل حتى أن تكون الطاقة البديلة أهم من الطاقة اللي هي بتشتغل على الفيول. أكيد، خاصة أنا أفكر أنه وبغض النظر يعني مع هولي كلهم أكيد البيئة عندي مقدسة. أكيد هذا شيء كتير كتير أساسي، يعني خاصة لما عم نحكي بقضاء شوف المنطقة الرائعة والمنطقة اللي فيها هالطبيعة اللي بتطير العقل بلبنان مثل كل المناطق اللبنانية كمان. بس هون لما بدنا نقول كمان إنه لما واحد فكر بقصة الطاقة البديلة قديش الشغلة فعلا مش مقبولة بالرأس، إنه لبنان بلد من 365 يوم في عنده 300 يوم فيهم شمس وما يكون عندهم طاقة بديلة ولا يعتمدوا الطاقة الشمسية، ويضل لبنان عايش بكل هالعتمة. هذا الشيء فعلا يعني بيطير العقلات للواحد، انه بيقول انه ما معقول مش انه لبنان بلد بتطلع فيه الشمس يومين ثلاثة بقلب السنة وهيدي هي، انه كل هالامور فعلا اللي ما حدا عم بجرب يفوت فيها. هذا الشيء اللي نحن بنطمح له اكيد معكم انتم مع كل هالاشخاص اللي عم يشتغلوا من قلبهم لحتى يقدروا يرجعوا ينتفضوا ويوقفوا لبنان على الاجري ويكونوا فعلا قادرين يحملوا المسؤوليه ضمن اطار مجلس نيابي جديد ان شاء الله بتصير انتخاباته بوقتها ب 15 ايار ماي المقبل بلبنان، 8 ايار ماي المقبل بكل الدول، وايضا ب 6 ايار ماي المقبل بدول الخليج. انا بدي اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله دكتور نجات، ونحن وراكي ورا كل هالأشخاص اللي فعلاً كلنا ملء الثقة فيهم، إن كنا أشخاص مقيمين خارج لبنان وإن كنا أشخاص مقيمين داخل لبنان. كل واحد حقه، كل واحد يعني مش بس حقه، عم نقول كل واحد واجبه يروح على صندوق الاقتراع يصوت له هالأشخاص اللي هني فعلاً أهل للثقة، وكل شخص منهم يعتبر إنه هو قادر يغير وما يحط ورقة بيضة أبداً، يحط أسامي الأشخاص اللي فعلاً بيستاهلوا الثقة مثل حضرتك ومثل كل الأشخاص اللي نزلين ضمن إطار القوى التغييرية. انتو المغتربين ثروة للبنان، نحن ما فينا نعيش بلاكن، وانتو صوتنا وقتا نحن ما بيطلع صوتنا.
ماشي انا كتير. رجعت لكم، اكيد انا بعرف حالي راجعه اكيد. ولما بيقولوا لي منين جايبه هالتفاؤل، قلت لهم لانه كنا كلنا ايمان بلبنان، وفي كثير اشخاص مثلي بس يمكن ما بيعبروا هالقد. انا بقول لهم انا راجعه على لبنان باقرب فرصه ممكنه، لانه انا كلني ايمان بلبنان، وما في احلى من لبنان فعلا. لما بنقولها هيدي منا كلمه بتتم، هيدي شغله حقيقيه وفعلا مزبوطه على الارض. ما حدا يفكر هذا الشيء انه نحن بنقوله هيك شعارات، لا مش صحيح. ولما بنشوف اشخاص مثلك ومثل اشخاص كثير كمان اخرين عم يشتغلوا من كل قلبهم لحتى يدعموا لبنان، لحتى يكون يروح للافضل، لانه خلص بكفي انه نضلنا شايفين هالنفق مظلم. لا، النفق في كثير اشخاص رح يقطعوا من خلاله ونشوف الضوء باخره. اكيد هذا الشيء ناطرينه نحن جدا من بعد الانتخابات مباشره، بوجود هيئه مستقله لاداره الانتخابات ان شاء الله خارج لبنان وداخل لبنان. اهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي غدا، ميرسي كلك ذوق. اهلا وسهلا. فاذا لحتى تحضروا هاللقاء مع دكتور نجات صليبه، وهي مثل ما قلنا استاذه جامعيه بالجامعه الامريكيه ببيروت ومرشحه عن المقعد الماروني بدائره الشوف او بقضاء الشوف، ما هيك؟ بقضاء الشوف. انا لانه عم ضيع فيهم كثير بالنسبه للتعريف، لانه كثير عم اشتغل هالفتره على كل المرشحين اللي فعلا هن اهل للثقه، لحتى اعرفهم ونفرض قدامهم لكل الناس اللي عايشين برا كل اللوائح اللي بتستاهل انه واحد يروح ينتخبها. شكرا كثير لك مره ثانيه، بدعيكم اكيد تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لي، وانا بشوفكم بلقاء جديد.